الأحياء بالجزائر العاصمة أجواء رائعة صنعها السكان من خلال نحر الأضاحي في الساحات العامة وسط مظاهر التكافل والمحبة، أجواء تتكرر مع كل مناسبة مماثلة لدى الشعب الجزائري. الزميل مهدي مخلوفي جال وسط الأحياء ونقل إلينا التالية. بعد أدائه صلاة العيد يستعد هذا الشاب رفقة جيرانه لنحر الأضحية. هنا بهذه الساحة اعتاد سكان حي المنظر الجميل بالقبة على نحر أضاحيهم، يصنعون من خلالها أجواء جميلة بالمناسبة. كشديفو مهدي هيا شكرا. تنظيف الحي يقع على عاتق السكان الذين يتعاونون فيما بينهم على إزالة مخلفات الأضاحي. كارتي بوبيلر فيها أجواء ما كانشهم في الأحياء واحد أخرين، والحمد لله إن شاء الله تدوم علينا وعليكم. احنا نتكلفوا هاك تشوف ها احنا نقيناها والحمد لله، كي نكملوا نديروا النظافه وتكون ان شاء الله العشيه تكون نقيه باذن الله. نعم. كما ما خلو حتى اثار في الارض. نعم. بالتيودو كيجي الماء يطلع لنا الماء نقوها تولي كما كانت بكري. لهنا الحومه كل عام ذبحوا هكذا تكون الفرحه تكون البهجه وهذا يعاون هذا والحمد لله اسنا العيد جاز هايل. بينما ستتكفل السلطات المحليه بجمع الجلود واخذها الى مكان مخصص. الجلود تاع الاضاحي يعني الهضوره البلديه ان شاء الله تتكلف بهم ترفدهم، قالت العشيه خلوهم هنا هما يرفدوهم ان شاء الله. مبادره حسنه والحمد لله، خلينا نخلوها في الحي هنا تولي الرائحه كريهه. طوم لهنا كاين واحد يجي يديهم يمدوهم له خير ما يرموهم هكاك يروحوا خساره. هذيك هي. هي صور يعيشها غالبيه الجزائريين بمختلف ربوع الوطن خاصه بالاحياء الشعبيه، صور تتكرر كل عيد اضحى يبتهج لها الصغير والكبير.